احنا معانا على التليفون الفنانة الكبيرة والنجمة دائما منى عبد الغني. اهلا بيكي واقول لك البقية في حياتك. يعني البقاء لله يا يوسف، ازيك؟ عامل ايه؟ وشكرا لبرنامجك المحترم وشخصك المحترم. الله شكرا على يخليك. اهتمامك وعلى يعني على عبد والله الخالق الواحد قيمة. مش عارف يقول ايه، ده فقدنا كلنا يعني، طبعا فمسألة طبعا مؤلمة جدا. انتوا بدأتوا حلو. سوا مش كده؟ بدأنا سوا قبل الأصدقاء، بدأنا قبل الأصدقاء. بالزمالة بقى واحنا في أكاديمية الفنون، لسه انت عارف بقى ثانوي موسيقي من واحنا صغيرين في الثانوي، وزمالة جميلة وعشرة عمر حلوة، يعتبر أخويا يعني، على بالنسبة لي عشرة من قبل عمار الشريعي، لأنه هو اللي عرفنا بعد كده على أستاذ عمار الشريعي أنا وحنان طيب رحمة يعني الله عليه. عارفة انه يمكن في الحالات اللي زي كده احيانا بنستخدم مصطلح التأبين، لو حبت النجمة والفنانة الكبيرة منى عبد الخالق انها تؤبن، منى عبد الغني انها تؤبن علاء عبد الخالق، تقول ايه؟ هقول كتير والله، لسه بنفكر نعمل له يوم كلنا نبقى مع بعض فيه، صح. ونقول له ان احنا بنحبك قوي، وان انت شخص مش فنان متفرد بس، لكن كمان انسان مهذب وعلى خلق ودمث ومؤدب وحاجه كده يعني، اخلاق تمشي على الارض. يعني هقول له كتير قوي، هقول له هتوحشني، هفتقدك اخويا غالي. الله يرحمه، قلبنا معاكي وقلبنا طبعا مع أسرته، ودايما هقول نحن نعزي أنفسنا. أنا بشكرك والبقية في حياتك، وربنا وانا يصبرك دعاء ويصبر عيلته كلها، يعني، ربنا كل يرحمه يا محبي رب. علاء عبد الخالق زوجته وصتني ان اخليهم يدعوا له النهارده ليله مهمه جدا، واقعد لهم لوحده في القبر، لكن معاه دعوات الناس اللي بتحبه في كل مكان، ارجوكم واسالكم الدعاء. والله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وربنا بإذن الله يتغمده بكل رحمته بإذن الله سبحانه وتعالى، ويصبر امين أهله ودي حاجة صعبة جدا، ويصبر أصدقائه وإخواته امين زي ما كنا بنقول. ربنا امين يرحمه، ربنا يرحمه. ألف شكر ليكي، ألف شكر ليكي.